جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا من اليمن لها قضايا أخرى كما أسلفت، فتقول في قضية أخرى لها إن عندهم جارة تسكن في بيتها وتصفها بأنها تاركة للصلاة وأيضا كثيرة الجدل إذا ما نصحت. تقول في النهاية: هل يجوز أن تبقى في منزلنا وحالها ما وصفت؟ وكيف نعاملها إذا بقيت؟ وهل يجوز ذكر أعمالها السيئة أم هذه غيبة ونميمة؟ أرجو نصحي مما علمكم الله، جزاكم الله خيرا. الواجب الإصلاح والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجوز السكوت عن هذه المرأة التي لا تصلي ولا تحافظ على فرائض الله، ولا تجوز مجالستها ومخالطتها إلا مع النصيحة والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يرجى صلاحها واستقامتها. أما إن أصرت ولم تقبل النصيحة فالواجب الابتعاد عنها وإخراجها من البيت لئلا تفسد من فيه من النساء والذرية ممن يقتدون بها. الواجب الابتعاد عنها إذا لم تجد فيها النصيحة ولم تؤثر فيها، وعدم مجالستها ومخالطتها والسكوت عنها، لأن هذا إقرار لمنكر، ولأن في بقائها ومجالستها تأثيرا على من يخالطها ويجالسها. وأما هل يجوز الكلام في هذه المرأة يعني وهي غائبة؟ فإذا كان وراء هذا مصلحة، يعني يتكلم مع من يؤثر عليها وينصحها، فهذا شيء طيب ولا مانع منه. أما إذا كان لغير مصلحة فإنه لا يجوز الكلام في الإنسان الغائب بما يكره.